ونبه العلماء هنا على أخطاء كثيرة في الأذان، منها على سبيل المثال بعض الزيادات في المدود والحروف مما قد يخرجه إلى بعض المعاني الكفرية فضلا عن المعاني التي تؤدي معنى آخر غير المقصود. فتأمل لو أن المؤذن يقول الله أكبر، ده أول الإشكال، لأنه لو قال الله إذا كما لو كان يستفهم يعني هل الله أكبر أم ليس أكبر، إذا هذا خرج عن المعنى المقصود هو الجزم والإثبات بأن الله أكبر. مجرد يقول الله هذا خطأ، الله. طيب ولو قال أكبر، أكبر أكبر جمع كبر، والكبر يعني الطبلة التي لها وجه واحد زي الرق اللي بيقولوا عليه قريب من الدف، هذا قبيح، يجعل ربه سبحانه وتعالى له معنى آخر غير المقصود. وإنما يزل الله أكبر ثم لا يطيل المد الله، هذا المد غير معروف عند العرب. نفس الكلام لا يقول أشهد، وإنما أشهد، أشهد أن لا إله، مش لا، كل هذا يعني صاحبه ما يدري من أين جاء به، لكن هذا مجرد تنطع وجهل ويعني قبح. نفس الكلام أشهد، هذا كالمستفهم، معنى أشهد يعني هل أشهد ولا لا أشهد، إذن هو لم يشهد إذا قال أشهد، وإنما أشهد لابد أن يجزم هكذا. نفس الكلام فيما لو وقف بعض الناس على لا إله إلا الله، وإن كان هذا غير مشهور في بلادنا لكن بعض الناس يفعله، يقف على همزة إله، فهذا قد يعرضه للكفر، كما لو كان أثبت أنه لا إله وتأخر في نفى أنه لا إله وتأخر في إثبات إلا الله، هذا خطير. كذلك قلب الألف هاء من إلا الله، بعض الناس يفعل هذا كما نبه عليه أهل العلم، يقلب الألف هاء يعني أشهد أن لا إله، وأن كان هذا غير مشهور في بلادنا. كذلك الزيادة في المدود، يعني الطبيعي في التجويد المعروف يمد 6 حركات مش 60 أو 70 أو 80، في بعض الناس بيمد لحد ما يعني صوته يخلص وعنده مخزون من النفس، ربنا عطيه ما شاء الله يعني صحة، فلحد ما الصحة بتاعته تخلص وكأنه يعني بيغيظك انت مستني عشان ترد وراه، حي على الصلاة، عايز تقول لا حول ولا قوة إلا بالله ومش عطيك فرصة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فانت بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، مش ترديد يعني من اللي هو بيعمله، انه مش عايز يخلص وعمال ينغم ويطول، هذا مش الشاطر اللي يزود في لا، وانما كل شيء له مقدار، كما يقول حافظ ابن حجر وغيره الزيادة في حروف المد واللين على ما تكلمت به العرب لحن، هذا لحن، فالعرب مش لم تعتد ان هي تمد المدود كده يعني زي ما تيجي، الجدع اللي يزود اكيد ان هذا غير صحيح. كل هذه اللحون قبيحة، ومنها حي على الصلاة وحي على الفلاح، حي الياء حركتين يعني الياء مشددة يعني 2 ياء، حي على الصلاة بقت الياء 2 ياء، لكن لما اقول حي بقت 52 ياء، وانا عندي ياءين بس، حي يعني تنزل وتطلع على طول، حي على الصلاة، لكن حي ويزود بقى عشان سمعها مثلا من واحد من الجماعة. إذن الأذان يحتاج لتعلم ويحتاج لضبط حرفا حرفا، وإلا عرض نفسه للخروج عن مقتضى المعنى الصحيح، وقد يعرض نفسه إلى بعض معاني الشرك والعياذ بالله وإساءة الأدب والخروج عن المأثور، كل هذا نتيجة الجهل أو التقليد، سمع واحد بيأذن فعجبته النغمة فقلد النغمة، والأمر طبعا ليس كذلك.